آلام فروة الرأس، فروة الرأس من منطقة الرقبة لمنطقة الجبهة من الأمام في شق اليمين والشمال، مغذي من العصب الثلاثي الخلفي الأوكسيبيتال نيرف، عصب ثلاثي بيغذي كل هذه المنطقة، ثلاثة على اليمين وثلاثة على الشمال. سبب الآلام ممكن يكون التهاب، تحسس في هذا العصب، ضغط نتيجة التهابات أو دهون تحت الجلد داخلي وحبوب تحت الجلد، سواء تحسس، سواء التهاب للعصب، سواء عضلات متشنجة أو التهابات داخلية وعامل الحساسية هذه والآلام المزمنة في الرأس، لازم نستخدم بعض الإجراءات. أولها عملية تنظيف فروة الرأس يوميا، تنظيفها بمياه ساخنة مع اللافندر أو الروزماري، اللافندر اللي هو عشبة الخزامة، وإكليل الجبل هي عشبة رئيسية لصحة الشعر، تخفيف الالتهاب وتنظيف الشعر، يعني تستخدم كصابون. بعد عملية التنظيف لازم نستخدم بعض الزيوت المخففة للالتهابات. أفضل الزيوت زيت الخروع، بنحط ملعقة من زيت الخروع وبنخلطها مع ملعقة من زيت جوز الهند، خلطة كويسة، وبنعمل مساج للمنطقة الخلفية مرتين في اليوم، مرة الفترة المسائية بعد ما أغسل الرأس وأروح أنام، بعمل هذا المساج لفروة الرأس، منه مساج ومنه تدخيل لزيت الخروع. زيت الخروع آمن جدا على الشعر وبقوي للشعر وبنشط حركة الشعر وحركة أو بصيلات الشعر، وبنفس الشيء بعمل على امتصاص لأي سوائل أو أي التهابات أو أي تجمع للكوليسترول أو للدهون تحت طبقة الجلد، يمتص بسرعة وبشكل عميق. فزيت الخروع خيار كويس، بنوضعه نص ساعة لساعة وبعدين بنرد بنغسله بنفس المياه الكويسة، وما بنستخدم الشامبوهات. لازم بعد غير زيوت تانية، زيت جوز الهند كويس مغذي للشعر وبخفف الالتهاب وبنشط الذاكرة، زيت الخزامة جيد جدا اللي هو زيت مهدئ للآلام ومسكن للالتهابات العصبية. غير الزيوت لازم أنا أحرك الرقبة، أعمل التمارين، أرخي العضلات الخلفية من الرقبة، الحجامة على منطقة الأخدعين إذا بتكون محبذة وحتعمل على تخفيف الآلام هذه.